هنا نتكلم عن اشياء الخشب المنحوتات. طبعا هذا راس الحصان اللي هو فن يسمونه فن الانتريستيا، هذا تتقطع كذا قطعه وتبرد، هذا الشعر اللي على رقبه الخيل والعنق حقه والتفاصيل حقه نفس التركيبه لما تجي تجمعها. هنا عندنا مجسم لوحه حاولنا ننحتها ونطلع فيها شكل الطبيعه البريه بقدر المستطاع. هذا المجسم بالاخص هذا بيتنا القديم، يمكن صار له اكثر من 60-70 سنه، ولحسن الحظ موجود ورحت صورته وحاولت اني ابرزه بالشكل اللي هو موجود فيه على الطبيعه. هنا الدكاكين او البقالات القديمه، نفس النظام، هذا البوابات او البيوت اللي كانت موجوده في الشرقيه او بيوت الاحساء بالاخص. طبعا يمكن نفس